الخميرة والملح سر تحفة جدا، هيخلي بشرتك زجاجية، هينور بشرتك، هيفلتر بشرتك 180 درجة، هيوحد لون بشرتك، هيفتح أي تصبغات، أي بقع، أي أثر حبوب، عندك كلف، عندك نمش، هيخلي البشرة ممتلئة، موردة، منفوخة. بجد من الحاجات الحلوة جدا اللي هتجربيها وهتشكريني عليها، قسما بالله هتدعيلي عليها، لأنها جميلة جدا وحلوة قوي للبشرة. لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا الجرس عشان كل جديد يوصلك مني أول بأول. شيري الفيديو لأصحابك علشان يستفادوا، وصلي على النبي في الكومنتات. اول حاجه هستخدمها معايا وهو الخميره. الخميره من الحاجات الحلوه قوي يا بنات اللي بتفتح البشره، وكمان بتشد البشره جدا، ده غير ان كمان بتنفخ وبتملى الخدود والشفايف، وكمان من الحاجات الحلوه قوي قوي اللي بتخلي البشره ناعمه وصافيه، وكمان بتخلي ما فيهاش اي شوائب في بشرتك وبتفتح بشرتك بسرعه. هاخد كيس واحد من الخميره، اهم حاجه تكون خميره المخبوزات مش الخميره اللي هي البيكنج باودر، لان في بلاد تانية بتقول على البيكنج باودر خميره الحلويات. تمام، خميره الحلويات حاجه، انما انا بتكلم على خميره المخبوزات. هضيف الكيس كله، تمام، كيس كده من الخميره، وهضيف عليها معلقتين من ميه الورد. تمام، هبدأ بس الاول بمعلقتين، ولو احتجت تاني هاخد. اهم حاجة ان انا اكون مدوبة مية الورد مع الخميرة تكون ناعمة تماما، كل ما تلاقيها جمعت كده وكتلت معاكي ضيفي معلقة. تمام، كل ما تقلبي وتلاقي مكتلة منك ضيفي معلقة من مية الورد لحد ما تبقى كلها ناعمة خالص والتكتلات دي راحت. تمام، نضيف كده وهرجع اوريها لكم بعد ما اقلبها كده وانعمها. بصوا قلبتها خالص لحد بصوا ما بقت كريمه خالص وناعمه وما فيهاش اي تكتلات، وده مهم جدا يا بنات ان انت تكوني مقلباها كويس. تمام، هضيف عليها معلقه من الملح. الملح بقى تحفة جدا كسكراب، بيشيل الجلد الميت، بيشيل اثر الحبوب، بيفتح البشرة، عايزة اقولك كمان انه بينظف البشرة بعمق، زيه زي السكر بس الملح اقوى. تمام، زيه زي السكر بس الملح اقوى. طب انا لو مش عايزة احط ملح عندي التهابات ممكن احط معلقة من السكر، او ممكن تحط معلقة من السكر، ده براحتك انت. انا ضفت معلقة ملح لان فعلا الملح خطير، جربي انت بس الملح على بشرتك وقولي لي رايك ايه فيه ونتيجته كانت عامله ايه معاكي. هضيف كمان عليها معلقه صغيره جدا من زيت الزيتون عشان طبعا الترطيب ويشد لي البشره. ممكن طبعا تستخدمي الزيت اللي يريحك، زيت جوز هند، زيت لبان الذكر، زيت اللوز الحلو، زيت يعني بصوا اي نوع زيت انتوا حابين تحطوه حطوه. هنا قلبتهم اهو كويس، شايفين شكلها عامل ازاي. هضيف عليها معلقة صغيرة من القهوة. تمام، من القهوة. القهوة طبعا من الحاجات الغنية بالكافيين، بتوحد لون البشرة، بتشد البشرة جدا، بتخلي البشره فيها نضاره، وكمان لو عندك تصبغات، كلف، نمش، اثر حبوب، اثر شمس، بشرتك مرهقه، بشرتك تعبانه، القهوه من الحاجات الحلوه قوي طبعا لانها غنيه بالكافيين زي ما قلت لكم. بصوا انا قلبتها كويس، اهم حاجه بس تقلبي بقى هنا عشان انا عايزه القهوه تبقى ناعمه. تمام، هضيف كمان معايا معلقة ممسوحة من الدقيق، حاجة بسيطة، وقلبي لحد بس ما توصل معايا الكريم او قوام الناعم خالص. فانتي لو عرفتي توصليها كده ابدأي كده قلبي،
ممكن تضيفي معلقة من الزبادي لو حابة، ممكن تضيفي معلقة من اي كريم مرطب براحتك. تمام، انا ضفت كمان معلقة من الدقيق. تمام، وهقلبهم كويس. برضو لو عندك زبادي، من الزبادي برضو من الحاجات الحلوة قوي، بس ما تضيفيش دقيق. انا ضفت دقيق لان الدقيق من الحاجات الفعالة جدا. بصوا القوام بتاعها، هو ده اللي انا عايزاه، قوامها قوام كريمي. تمام، نركن بقى دي كده على جنب ونعمل المحلول اللي هنغسل بيه وشنا. بصوا بقى المحلول اللي هغسل بيه وشي، هجيب معايا كوباية من المية الدافية، مية دافية. تمام، ده يعتبر زي الحمام البخار. تمام، لو تعرفي تعملي حمام بخار تفتحي المسامات تخدمي وراها الماسك اوكي، لكن المحلول اللي احنا هنعمله النهارده ده بينظف المسامات الواسعه وبينظف البشره جدا. ضفت كوبايه من الميه الدافيه، وهضيف عليها معلقتين كبار من ميه الورد. ميه الورد من الحاجات، ميه الورد من الحاجات اللي بتدي انتعاش جميل قوي للبشره. وهضيف عليها معلقه من الحليب، معلقه من الحليب. الحليب من الحاجات اللي بتنظف المسامات الواسعه جدا، كمان بتدي نعومه حلوه جدا للبشره، بيفتح البشره جدا جدا، كمان بيخلي البشره صافيه. لو عندك بقى اي مشاكل في بشرتك فالمحلول ده حلو قوي، من الحاجات الحلوه اللي بحب استخدمها. وقلبي، بصوا هو دافي معايا. كل اللي انت هتعمليه هتغسلي بيه وشك كويس جدا. بصوا جميل قوي، بينظف البشره جدا، كمان بيخلي البشره صافيه، كمان من الحاجات الحلوه قوي قوي اللي بتشيل المسامات وبترطب البشره جدا. تمام، فهو انت كل اللي هتعمليه، اول حاجه هنغسل بشرتنا بالمحلول اللي احنا عملناه ده. تمام كده، اول حاجه بغسل بيه وشي، وبعد كده ببدا استخدم الماسك القمر ده. بصوا بصوا قوامه، بصوا جماله. بحط الماسك على طول ورا المحلول بتاع غسيل البشره، وببدا ان انا افرد الماسك كويس جدا على بشرتي، وابداي اعملي حركات دائريه لمده 5 دقائق. خلي الماسك يتشرب كده ويدخل ويتغلغل في كل بشرتك. عموما اي ماسك تعملي الحركات دي مهمه جدا وهتفرق معاكي. بجري الدوره الدمويه، بفتح البشره جدا، كمان بخلي المسامات تنضف، ده كمان بفتح البشره وبخلي البشره صافيه. كل اللي انا بعمله بسيبها تنشف 10 دقائق ربع ساعه، وبعد كده ببدا اغسلها كويس جدا.